ارتبط أداء منتخب مصر في مونديال عام 1990 بتغيير قوانين كرة القدم. البعض أطلق على مباراة مصر وإيرلندا في هذه البطولة لقب المباراة الأكثر مللاً في كأس العالم، وذلك بعدما أمسك حارس المنتخب الأيرلندي باكي بونر بالكرة بين يديه لمدة وصلت إلى 6 دقائق كاملة على مدار المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين مصر وأيرلندا. كما أن المنتخب المصري نفذ هذه الطريقة بضع مرات للحفاظ على التعادل السلبي وعدم اهتزاز شباكه، لكن الحقيقة كشفت أن مصر ليست سبباً رئيسياً لهذا التغيير، خاصة وأن قانون كرة القدم قد تغير بشكل رسمي بعد نهاية يورو من عام 1992. إعادة الكرة إلى حارس المرمى لفترات طويلة أصابت الجماهير حول العالم بالملل، خاصة في المباريات التي يتحتم على إحدى الفرق تجنب الهزيمة فيها. وأمام هذا الأداء السلبي قرر الفيفا معاقبة الحارس الذي يمسك بالكرة العائدة من زملائه بالقدم بركلة حرة غير مباشرة. وظهر تأثير التغيير بشكل واضح في مونديال عام 1994 ليزيد معدل التهديف بشكل كبير ويبرأ الفراعنة من تهمة تغيير قوانين كرة القدم.